تعرفون ما هو الوجه الخشب؟ نعم، الوجه الخشب. أنا أقصد أن ألفظ كلا اللفظين معرفين، والعبارة هي بالفعل كذلك، إلا أن الكلمتان ليستا معرفتين فقط بالألف واللام، وإنما بما سآتي على بيانه، ولكم من أفكار أنتقصها إن حاولت بيانها. لا عليكم، سأنتقصها هذه المرة بحذر، مع مراعاة عدم التكلف، كالخاسر الذي يعرف أن خسارته حتمية فيسعى إلى نصف خسارة. اتفقوا معي مبدئيا أن معنى الوجه الخشب هو ذلك الوجه الذي لا تعبير فيه، وجه بارد لا يترجم ردود أفعال، وجه منصرف إلى ما يشبه الوجوم لكنه ليس وجوما، لا بل إنه وجه غير منصرف إلى أي شيء. الوجه الخشب وجه لا يحتسب، فإن سقط عليه ناظرك لا تعيد الكرة وتبحث عن وجه معبر، لأنك دائما ولسبب تجهله تحب أن تتقص المعاني، ومع أن فروغ الشيء من معناه أمر قد يجعله يسيرا، إلا أنك أيها الإنسان تحب أن تشقى. لهذا لا تقبل بأي شيء دون معنى، لا بل قد تلصق به أي معنى أو أي غاية أو حتى كذبة، حتى لو كانت كذبة ميتافيزيقية أو هذيانا يتفق ويهذي به أمثالك معك. أما الوجه الخشب يصعب أن تتبينه، رغم أنه متاح أمام عينيك، وليس مرجو منه استجداء أي معنى، لهذا لا تطيل فيه النظر إلا إن كنت ملحاحا مزعجا. أما أنا فقد استثارني الوجه الخشب، وهو وجه بذاته كنت أصبو إليه وأتمناه، إلى أن رأيت وجها خشب جعلني أتمسك بملامحي ودأبها في عكسي ما بداخلي حتى وإن كان جحيما. أن تلتبس على المرء وجوه أمر يمكن استدراكه، أما أن يلتبس على نفسه دون وجه أو لا يتعرف على وجهه فذلك أنكى اشتباه، وإنه لاشتباه لا رجعة فيه، وهكذا هو مرض الخرف. في أحد الأيام ورشت غرفة أحد النزيلات الخرفات، كانت لطيفة لطفا يذيب القلب، وهرعت لجلب قطعة حلوى نسيت مكانها، بل نسيت إن كان لديها أي منها، لكنها تريد جلبها رغم ذلك، لكنها تنسى أنها عرضت أن تجلب شيئا. سألتها ما بيدها، سألتها لأنقذها من حيرتها وعذابها في استجداء ذاكرتها المتداعية، فقالت وقد ابتسمت: إنه ألبوم صور لأبنائي. مدته إلي، حملته وقد كان ضبق الغلاف وسخا، إلا أني حملته دون أي تردد، فأنا في مثل هذه الحالات أكاد أكون شخصا آخر بوجه آخر أشبه بالوجه الخشب، حيث لا يعكس اشمئزازي المضمر مثلا، إلا أنه وجه منافق يظهر الرضا رغم الرفض. يا له من نفاق مجد، أليس كذلك؟ نظرت معي وكانت تضع إصبعها على كل وجه وتقول: هذه ابنتي وهذا ابني. ولمعرفتي بأسرتها كنت أعرف أن الوجوه التي تشير إليها وتضع سبابتها عليها هي وجوه أحفادها، فسألتها عن الوجوه الأخرى التي أعرف أنها لأبنائها، فقالت:
هؤلاء إخوتي. ثم صمتت هنيها وقالت: أما هذه السيدة فلا أعرفها، هذه المرأة المسنة لا أعرفها، لكن الملفت أنها مع أبنائي وإخوتي في معظم الصور. ترى من هي هذه؟ ضغطت بسبابتها على وجهها في الصور. تملكني حزن عميق، فقد صدقت العاملة التي أخبرتني بضرورة عيادة نزيلة لأن حالتها ساءت كثيرا، بل إنها أصبحت تتبول وتتغوط في سروالها، ويصيبها شرود حاد، وتخرج من غرفتها ليلا بحثا عن غرفتها. لذا وجب تقييم ما آلت إليه حالتها كي تتلقى الرعاية المناسبة. كلفت أنا بهذه المهمة ثقة من المدراء أن لي قدرة فريدة تجعلني أتواصل مع أصعب وأعتى الحالات بكل سلاسة، وإن لي سرا خفيا في ذلك. قلت لها: إنها تشبهك كثيرا، المرأة في الصور تشبهك كثيرا، أيمكن أن تكون أنت؟ قلت ذلك وأنا أعرف بالطبع أنها هي. قلت وأنا أخشى وقع كلماتي عليها، إلا أنها توارت خلف الوجه الخشب، وكأنها انطفأت. كانت عيناها الغائرتان مفتوحتان تنظران إلى لا شيء رغم كثرة الأشياء. فتحت كراسة الملحوظات خاصتي وبدأت أدون بعض الملاحظات في انتظار سقوط الوجه الخشب عن النزيلة، علني أضع يدي أكثر على أمر أجهله، لكني متأكدة أن هناك سرا في التغير الحاد لسلوكيات النزيلة، عدا عن كون مخها تهلهلت فجواته بفعل المرض. كنت أحرص أن أبتسم رغم الألم الذي يعتصرني. فجأة وقفت هي وسقط عنها الوجه الخشب، ودب في ملامحها تعبير قلق. قلت: ما الخطب؟ قالت: أريد أن أقضي حاجتي، لكني لا أريدك أن تغادري وتتركيني. قلت: اطمئني، لن أذهب، سأنتظر. ولجت المرحاضة وعادت من فورها. تعجبت لأمرها: ما الخطب؟ ألم تقضي حاجتك؟ قالت: لم أستطع، هناك سيدة في المرحاض. توجهت للمرحاض وأنا أعلم أن لا أحد فيه، ولم يكن فيه أحد، فأخبرتها أن تأتي وقلت: لا أحد هنا سيدتي. قالت: كيف؟ دخلت الحمام ونظرت إلى وجهها في المرآة وقالت: ها هي. كان وقع ما فعلته علي شديدا، فضربت دمعة رغما عني، فالأمر تعدى كونها لا تتعرف على شكلها في الماضي، بل هي لا تعرف وجهها الآن. كدت أخبرها أن السيدة في المرآة هي نفسها السيدة في الصور، وهي انعكاسها هي، لكني لم أفعل رأفة بها. إن أشد الأمور قسوة أن تخبر إنسانا أنه سجن خلف وجه هو متيقن أنه ليس وجهه. نظرت إلى المرآة وقد حرصت ألا أظهر أنا فيها، وخاطبت الانعكاس قائلة: هل قربت على الانتهاء يا سيدتي؟ فصديقتي هنا تريد أن تقضي حاجتها. قبل أن أنهي كلامي كانت النزيلة قد خرجت لتنتظر خارجا، فغطيت المرآة وناديتها: لقد ذهبت السيدة، المرحاض تحت أمرك. إلا أن الأوان قد فات، فقد تبولت السيدة واقفة وقد توارت من جديد خلف الوجه الخشب. أمسكتها من يدها برفق وأخذتها لأغير ملابسها، وقد تمكن مني الحزن. ناديت زميلتي وقد قررت أن نغطي كل المرايا في غرفتها حتى لا تشعر النزيلة أن هناك غرباء في غرفتها.
مع أنها هي نفسها الغريبة الوحيدة التي أصرت أن تكون وجهها. خرجت من غرفتها وأنا حائرة، أتراني حررتها من وجهها أم حرمتها منه؟ هل زدت الهوة بينها وبين ملامحها أم ألقيتها في الهوة إلى لا رجعة؟ هل وريت هذه المرأة أكثر خلف الوجه الخشب؟ يا للهول، تبا لهذه الأسئلة المربكة، لربما تنقذني أناميتي وأنا أتباهى كوني أنا عرفت سبب سلوكياتي النزيلة، وحللت اللغز الجديد. لربما تنقذني أناميتي وأنا أتباهى كوني أنا عرفت سبب سلوكياتي النزيلة، وحللت اللغز الجديد، وبأني حجبتها عن نفسها الغريبة وعتقت ناظرها من تجاعيدها التي لم تتمسك بها ذاكرتها وعافتها مرآتها. ثم ضاق صدري وأنا أفكر في الوجه الخشب الذي تتوارى خلفه السيدة كلما ضاع منها رأس خيط. أتراها ستسجن خلف الوجه الخشب وقد ضاع منها ليس رأس الخيط فحسب، بل الرأس كله، أقصد الخيط كله. ومن ذاك أحببت وجوهي حتى تلك التي تشتبه علي، وسمحت لدمعي أن يذرف دون أن أحاول إخفاءه، واستسلمت لتلقائيتي. فمن يدري، ربما تسلم مني عنوة بسبب أن الآلهة خشيت أن تخلق أندادا فحكمت علينا أن نشيخ. أقلت آلهة؟ يا لها من دعابة سمجة، وإني لأفضل السخف لأحتسب على أن يواريني الوجه الخشب.